تشتعل الأسعار ويسود الغلاء شاملاً أبسط مقومات الحياة، الخبز، الصمون، وحتى المعجنات ارتفعت أسعارها بارتفاع أسعار الدقيق. لا أحد يلتفت إلى معاناة المواطن الذي يحمل على كتفه الأزمات الاقتصادية والفشل السائد في إدارة الدولة، وهو يعبر عن ذلك. ماكو رقابة، ماكو، كل من بكيفه، كل من بكيفه يصرف له يشتغل، ما يصرف له ما يبيع. سبب هي من شغلات من الدولة، يعني من غير الدولة تخلي مراقبة له، المواطن هو يراقب. بيأثر عليه من كل النواحي، لأن احنا عايشين بلد مضغوط من كل النواحي، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، فيعني المفروض نوفر هاي الأشياء البسيطة بسعر أبسط حتى لا نزيد الضغط على المواطن. الاستيراد وإيقاف الإنتاج والاتكاء على دقيق مستورد يرتفع بأسعار الضرائب والجمارك، أسباب رئيسية في غلاء المعجنات والخبز، ولا علاج سوى تحديد نوعية واحدة وبإنتاج محلي لا تؤثر عليه العوامل الخارجية. ارتفاع أثر، كان تشيس ب 30,000 هسه صار ب 41 ب 42,000 يوصل، عرفت؟ والدولار هم أثر عليه، فارتفعت الدولارية والحدود سدوها صعد السوق. المفروض يعني وزارة التجارة تفعل المطاحن العراقية نوعيتين، خبز وصمون ومعجنات، وطبعا نفسية هذا مال الصمون والمعجنات نفس النوعية، يشتغل كيك ويشتغل كل شيء، إذا كان نوعية الحنطة جيدة خلاص يطلع طحين جيد. واتذكر كان عندنا طحين التاجي، طحين الدورة، وطحين النهرين، يعني المطاحن الموجودة بس يراد بس يشغلون كل شيء ينتهي وتخلص هاي المضاربات، والمواطن يخلص من ارتفاع أسعار ويبقى رغيف المواطن مرهون بالدول الجوار. فوضى اقتصادية ورقابة غائبة وإنتاج معثر وكثرة في الاستيراد، عوامل رمت بآثارها السلبية صوب المواطن فبانت عليه. يوم بعد آخر يضيق حبل الاقتصاد، فغلاء الأسعار توغل جدا في المواد الأولية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، ما تسبب بثقل كاهله وتفاقم الأزمة. عمار غسان، قناة الرشيد، بغداد.